طبعا من بعد تقرير عودة إلى الاستديو مع الرائد حمد علي حمد العريفي رئيس وحدة حماية الشخصيات، صباحك الله بالخير والنور سعادة الرائد. الله يحييك إن شاء الله. صباح الخير رائد. صباح الخير. طبعا رائد علي، في البداية يعني نبي نتكلم مع المشاهدين عن طبيعة عملكم في حماية الشخصيات، يعني خلنا نوضح للمشاهد ماذا تعني هذه. بسم الله الرحمن الرحيم، أول شيء نصبح على السادة المشاهدين ونشكركم على حسن استضافاتكم. بداية أختي أميرة، بغيت نطرق أول شيء حق مفهوم الشخصية الهامة هو شنو. في بعض الناس يعني يعتقدون أن الشخصية الهامة هو منصب سياسي بس، بما أنه قد يكون سياسي، قد يكون اقتصادي، قد تكون شخصية ثقافية، قد تكون شخصية رياضية. أما بخصوص طبيعة عملنا فيتمحور في استلام الشخصية من الحين وصولا من أي منفذ من منافذ البحرين، وطبعا أثناء تنقلاته داخل مملكة البحرين، ولحين مقادرته من أحد منافذ البحرين. كذلك أيضا يتم تأمين مقر إقامة السكن للضيف، سواء كان هو كان في فندق أو كان في سكن خاص، يتم تأمين له وعمل الإجراءات الأمنية اللازمة لحمايته. نعم، يعني ما هي الواجبات الأمنية اللي على ضابط أو أفراد حماية الشخصيات عليه أن يقوم فيها؟ طبعا تختلف الواجبات عندنا، منها تكون فيها تأمين المؤتمرات اللي تعقد في البحرين، في بعض المعارض اللي تصير في البحرين يتم اتخاذ فيها الإجراءات الأمنية اللازمة، بالإضافة إلى مثل ما ذكرت من قبل اللي حماية الضيوف اللي جايين من خارج البحرين، بالإضافة إلى هناك شخصيات موجودة في البحرين يتم تأمين الحماية لها، طبعا بناء كله على أوامر وتعليمات من سيدي معالي وزير الداخلية أو رئيس الأمن العام. طبعا اكيد في، يعني انا افهم من كلامك ان اكيد في مواصفات خاصه في الشخصيات او الاشخاص اللي يشتغلون في حمايه الشخصيات، فيا ريت تخبرنا شوي عن هالمواصفات. طبعا المواصفات هي، انت بنتكلم عن المواصفات، هي يفترض ان تكون مواصفات في رجل الامن بشكل عام. نعم، في مواصفات عامه انه لابد ان يتمتع فيها رجل الامن العام، سواء كانت من اللياقه البدنيه او انه يكون لائق صحيا وبدنيا او انه يكون حسن السير والسلوك. لكن في بعض الحساس انه يكون في مجال، احنا في مجال حمايه الشخصيات لابد انه يخضع لبعض الدورات التدريبيه وبعض المواقف الطارئه اللي نشوف مدى حسن تصرفه فيها، فيخضع لهذه البرامج او لهذه البرامج التدريبيه، وبناء عليه يتم تقييمه على اساس انه نقدر ندخله في مجال حمايه الشخصيات. نعم، يعني احنا حتى شاهدنا من خلال التقرير ان المراه دائما مشاركه في جميع المجالات في مملكه البحرين، لو نعرف القيمه اللي تضيفها المراه من خلال مجال حمايه الشخصيات. طبعا ما شاء الله الحين العنصر النسائي مشارك في جميع المجالات، وتم ينافس الرجل في كل المجالات. إذا بنتكلم عن العنصر النسائي في السلك العسكري وزارة الداخلية، فهو موجود من تأسس وزارة الداخلية، هو موجود. لكن إذا بنتكلم عن العنصر النسائي في مجال حماية الشخصيات، طبعا في سنة 2004 صدرت تعليمات من معالي وزير الداخلية بإدخال العنصر النسائي في مجال حماية الشخصيات. طبعا وعليه جانا توجيه من سيدي رئيس الأمن العام بوضع برامج خاصة للعنصر النسائي، يتم تدريبهم نفس برامج اللي هو من العنصر الرجالي. وهني يعني المرأة اثبتت جدارتها على الرغم ان نفس البرنامج، لكن قدرت ان تتجاوز هذا البرنامج بنجاح. والدليل في اخر عرض استوى حق يوم المرأة اللي تحت رعاية قرينة جلالة الملك، الحمد لله سووا عرض شرطة نسائية والكل ابدى اعجابه، كان في من دول مجلس التعاون وكان في من الدول العربية، والحمد لله الكل أبدى إعجابه على المستوى الاحترافي اللي وصلته الشرطة النسائية في البحرين. أنت ذكرت قبل شوي أن في عمليات تدريب وبرامج تدريبية مخصصة للأشخاص اللي يبون يشاركون في حماية الشخصيات، كلمنا شوي عن التدريب. طبعا الحمد لله نحمد الله أن سيدي رئيس العام مهتمين بتطوير الشرطة بشكل عام، مستوى تدريبهم حتى يصلون لمستوى احترافي. هذه بشكل عام. بشكل خاص ايضا يتم عقد دورات خاصه في مجال حماية الشخصيات وعمليه التفتيش وعمليه التامين، كذلك ارسالهم لدورات متقدمه سواء داخل البحرين او خارج البحرين، حتى نوصل العنصر او الشرطي لاعلى مستوى من الاحترافيه.
يعني انت اكيد الحين في هالمجال يعني اكيد كان في مواقف طارئه مرت عليك وكان لازم تتعامل معاها، كلمنا شوي عن يعني موقف وشنو الاجراءات اللي صارت. والمواقف كثيره يعني تحكي كل يوم في كل ضيف لازم يصير له موقف وتصير له حاله، بس يعني من المواقف اللي تصيرنا دائما احنا اذا بنطلع قبل اي موكب لازم نتاكد من خط السير اذا كان في ازدحام ما في ازدحام، على اساس ان الشخصيه نحاول نوصلها في الوقت المحدد لانه برنامج محدد فلازم نوصلها في الوقت المحدد. فبناء على الاتصال اللي يصير بيننا وبين غرفه العمليات الرئيسيه يقولون والله الشارع في ازدحام او لا سمح الله في حادث مروري وما تقدرون تسيرون على خط السير. فعلى طول يتم معالجه هذا الامر ان يتخذ الخط البديل الثاني او الثالث ويتم تحويل كل الامور او الاجراءات الامنيه من هذا الخط السير الى الخط السير الثاني. انتم دائما يكون في بينكم تنسيق يعني بينكم وبين الجهات الامنيه على طول؟ اي نعم، احنا يعني بصراحه عملنا ما راح يكتمل الا باكتمال هذه الاجهزه الامنيه الاخرى. يعني دائما احنا اتصالنا مع الجهات الامنيه يكون عن طريق غرفه العمليات الرئيسيه هي اللي توجه كل إدارة على حسب اختصاصها. يعني إذا كنا إحنا بنطلع موكب يتم تأمين مثلا الشارع على سبيل المثال من إدارة العام للمرور، تأمين جسوم خفر السواحل، طيران العمودي، فكل من على حسب اختصاصه. ويكون هذا الاتصال دائما يكون من غرفة العمليات الرئيسية، اتصالنا هو حلقة الوصل ما بيننا كحماية الشخصيات ما بين الإدارات الأخرى. يعني لو نتكلم عن هل هناك شخصيات معينة تحتاج الى تكون لها مواصفات خاصه لحمايته؟ احنا مثل ما نقول احنا الحمد لله عناصرنا كلها مستوى واحد والحمد لله وصلوا درجه احترافيه، بس نقول احنا في بعض الاحيان ان مثلا يختلف المنصب السياسي لهذا الضيف، قد يكون مثلا رئيس دوله، قد يكون رئيس وزراء، قد يكون وزير، قد يكون شخصيه عاديه. فطبعا تختلف كل ضيف تختلف اجراءاته بناء على اوامر وتعليمات، وقد يكون في بعض الاحيان ان تكون ضيفه من العنصر النسائي فيحتاجون في بعض الاحيان يقول لك احنا ما نبي العنصر، نفضل انه يكون العنصر النسائي معاها خاصه في دول الخليج. فيعني احنا عندنا مستوى واحد بس تختلف طبعا على حسب المنصب وعلى حسب هو شو اللي ماسكه، واذا كان في هل هو كان هذا الضيف من برا كان في عليه بعد اهم تهديد هد يكون بعد اجراءات تختلف عن المناصب الثانيه. نعم سعاده الرائد، قبل الختام كلمه اخيره حابب توجهها. نشكركم على حسن استضافتكم وما قصرتم. الشكر لك. طبعا الرائد حمد علي حمد عريفي رئيس وحده حمايه الشخصيات، كل الشكر والتقدير لك على تواجدك معنا ومع كل امنيات لك بكل التوفيق. شكرا. بالتوفيق.